موعد مباراة البرازيل وصربيا في الجولة الأولى من منافسات المجموعة السابعة في كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة. هيا لنبدأ. يحتضن استاد لوسي المباراة من العيار الثقيل تجمع بين البرازيل وصربيا والتي تستضيفها قطر، وإلى جانب المنتخبين البرازيل والصربي تضم المجموعة السابعة في كأس العالم 2022 منتخبي الكاميرون وسويسرا. يعتبر منتخب البرازيل أحد أبرز المرشحين للتتويج بلقب كأس العالم 2022، يدخل المباراة وعينيه على تحقيق الفوز من أجل تثبيت أقدامه في البطولة والاقتراب خطوة من التأهل إلى ثمن النهائي. أما منتخب صربيا فيدخل المباراة وعينه على إحراج راقصي السامبا وتحقيق فوز أو تعادل من أجل حصد نقاط يحتاجها بشدة في باقي مشواره بالمونديال. موعد مباراة البرازيل وصربيا في الجولة الأولى لمنافسات المجموعة السابعة من دور المجموعات هو يوم الخميس 24 من نوفمبر 2022 على استاد لوسيل. من المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة تمام الساعة 8 بتوقيت المغرب والتاسعة بتوقيت مصر، 10 مساء بتوقيت قطر والسعودية. تداع مباريات بطولة كأس العالم 2022 حصريا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر شبكة قنوات بين سبورت الرياضية، وبالتأكيد ستداع مباراة البرازيل وصربيا على شاشاتها.